للمزيد حول هذا الموضوع نتواصل الآن على الهواء مباشرة مع مراسلينا المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع، ونبدأ مع مراسلنا من محافظة العاصمة الزميل عبد الرحمن المدفع. عبد الرحمن، كيف رأيتم اليوم الأول من عملية تلقي طلبات الترشح في محافظة العاصمة؟ نعم الزميل علي، أحييكم هنا من مدرسة خولة الثانوية للبنات، مقر اللجنة الإشرافية لمحافظة العاصمة. دقائق تفصلنا عن انتهاء اليوم الأول من تلقي طلبات الترشيح للانتخابات النيابية. الإقبال كان جيدا منذ بدء تلقي طلبات الترشيح في تمام 5 من مساء اليوم، وكان على غير المتوقع، إقبال كثيف جدا في الساعات الأولى وأيضا في الساعة الأخيرة. تتميز محافظة العاصمة عن غيرها من المحافظات بأن اللجنة الإشرافية المتواجدة هنا تتلقى طلبات الترشيح فقط للانتخابات النيابية بحكم وجود مشروع أمانة العاصمة الذي تم إقراره، والذي هو بالمناسبة يعد قصة نجاح كبيرة فيما يتعلق بتطوير العمل البلدي والخدمي. هناك أكثر من 81,000 ناخب ينتظر أن يتم يعني ترشيح المترشحين من قبلهم، والمؤشرات وما ذكر في وسائل الإعلام المحلية أن عدد المترشحين في محافظة العاصمة لهذه الانتخابات سيزيد عن عدد المترشحين في انتخابات 2014، حيث كان عدد المترشحين في انتخابات 2014 حوالي 60 مترشحا، ولكن تذكر المصادر بأن هناك أكثر من 75 مترشح لانتخابات هذا العام. للمزيد من التفاصيل يسرني أن يكون معي سعادة القاضي فاطمة حبيل رئيس اللجنة الإشرافية بمحافظة العاصمة. مساء الخير سعادة القاضي، وحدثينا عن اليوم الأول من بدء تلقي طلبات الترشيح. ابتدأنا اليوم احنا في اللجنة الإشرافية في محافظة العاصمة، وكذلك بالنسبة لباقي اللجان الإشرافية في المحافظات الثلاث الأخرى، في تلقي طلبات الترشيح من الأشخاص المدرجة أسماءهم ابتداء على جداول الناخبين. راح تمتد هذه العملية لمدة 5 أيام، وسيقفل باب اللي هو الترشح في تاريخ 21/10/2018. إن شاء الله بعدها بتكون مرحلة تالية، هي مرحلة الطعون لمدة 3 أيام ولغاية تاريخ 24/10/2018. يمكن كان الجماعة موجودين والصحافة موجودة مع بدء اللي هو اليوم في الساعة 5، مثل ما ذكرت كان عندنا إقبال كبير من الأشخاص الراغبين في الترشح على المركز. الحمد لله أن الجميع يعني كان ملتزم بالعملية بالأنظمة بالقوانين وبقواعد المركز مثل ما قلنا. لحد الآن جميع الطلبات المقدمة كانت مستوفية لجميع المستندات المطلوبة. ما زلنا في مرحلة فحص الطلبات، وإن شاء الله راح يتلقون المترشحين أو المقدمين طلبات الترشح حاليا الردود في خلال مدة 5 أيام. شكرا جزيلا سعادة القاضي فاطمة حبيل رئيس اللجنة الإشرافية بمحافظة العاصمة. سنستمر معكم زميلي علي في التواصل على مدى هذا اليوم وأيضا الأيام الأربعة المقبلة، وهي فترة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات النيابية هنا في مدرسة خولة الثانوية للبنات، مقر اللجنة الإشرافية بمحافظة العاصمة. إليك علي. زميل عبد الرحمن المدفع. وننتقل إلى مراسلنا من محافظة المحرق الزميل عمار العماري. عمار، هل لك أن تنقل لنا صورة اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018؟ نعم علي، أتواجد الآن من مقر لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في محافظة المحرق في مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين في أولى مراحل الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها 5، والتي وتعد هذه التجربة الديمقراطية المتميزة والفريدة تعكس حيوية المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتؤكد عزم أبناء شعب البحرين رجالا ونساء في مواصلة أداء واجباتهم الوطنية
ومشاركتهم الفاعلة في هذا الاستحقاق. كما تعلم محافظة المحرق تحظى بأهمية بالغة كونها تضم 8 دوائر ويبلغ عدد الناخبين بها أكثر من 79,000 مرشح. الساعة الأولى لتلقي طلبات الترشيح شهدت إقبالا كثيفا مقارنة في الساعات التالية. حول المزيد من التفاصيل يسرني أن يكون معي الدكتور أحمد محمد الحمادي رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في محافظة المحرق. كيف ترى دكتور سير العملية لهذا اليوم؟ اليوم أول يوم لتلقي طلبات الترشيح لمجلسين النيابي والبلدي. الأعداد كانت جيدة مثل ما تفضلت. أول ساعات كان في ضغط بالنسبة للمرشحين، بس الأمور مشت بريحية ومشت بسهول ويسر. الإجراءات كانت وايد مبسطة للمرشحين، ما كانت في مشاكل، ما كان في أي عقبات تعوق اللجنة، ولا كان في مشاكل من قبل المرشحين على اللجنة. فالأمور ماشية الحمد لله بسهولة ويسر. بالنسبة للطلبات، في طلبات ما استوفت الشروط، لأن في متطلبات نص عليها القانون من أوراق ثبوتية وإلى آخره من أمور. في بعض من الطلبات لم تتوافر، تم رجعها لإكمالها ومن ثم عرضها مرة ثانية على اللجنة. بصورة عامة الأمور ماشية الحمد لله بسهولة وما في أي مشاكل أو صعوبات اعترضتنا. شكرا. نعم، شكرا لك دكتور. إذا كان هذا ما لدي زميل علي لهذا اليوم، وعودة إليك بالأستوديو. شكرا زميل عمار العماري. وننتقل إلى الزميل يحيى العمري من المحافظة الشمالية. يحيى، لو تضعنا في صورة سير عملية تلقي الطلبات في اليوم الأول، فضل يحيى. شكرا الزميل علي. بالفعل أنا الآن متواجد هنا في المحافظة الشمالية في المقر الإشراف على سلامات الانتخابات. ها هو المواطن البحريني بالفعل يعيش عرسه الديمقراطي للمرة الخامسة على التوالي وفق ما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، بمشاركة واسعة من شعب مملكة البحرين ومن المواطنين لممارسة حقهم السياسي في الترشح للانتخابات. وها هو اليوم الأول لفتح باب التسجيل للترشح لهذه الانتخابات النيابية والبلدية، الذي لقي إقبالا كبيرا وأعدادا كبيرة ربما فاقت بعض المحافظات أو جميع المحافظات في مملكة البحرين، لكون المحافظة الشمالية تتمتع بخصوصيتها وكثافة الكتلة الانتخابية التي بلغت ما يقارب أو أكثر من 125,000 ناخب. هذه الكتلة تطلبت تنظيما وجهودا كبيرة لتنظيمهم وعملية تسجيلهم كمترشحين رسميين للمجلس النيابي البلدي أيضا كذلك. هذه العملية سارت بيسر وبسلاسة وفق التنظيم الذي أشرف عليه سعادة القاضي محمد ميرزا أمان رئيس اللجنة الإشرافية، الذي يحدثنا أكثر سعادة القاضي عن عملية الإشراف وسلاسة التسجيل لهذه الانتخابات. كيف تفاعلتم وتعاملتم مع هذه الأعداد الكبيرة التي شاهدناها ربما لم تغيب عن أعيننا منذ أن دخلنا أو فتح باب التسجيل؟ كيف تفاعلتم مع هذه الأعداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر تلفزيون البحرين على التغطية الجيدة للانتخابات ومساهمتها في إنجاح العملية الانتخابية. طبعا اليوم فتحنا مقر اللجان الإشرافية في جميع المحافظات لتلقي باب طلبات الترشيح سواء كان البلدي أو النيابي. وقبل فتح الباب كان هناك طوابير من المترشحين موجودين ينتظرون مجرد فتح الباب للدخول لتقديم الطلبات. وأول ما فتحنا الطلبات بالعكس يعني كانوا هم منظمين، وهذا بالعكس شيء طيب كانوا من قبل المرشحين نفسهم. حضروا هناك لجنة تدقق في الطلبات والأوراق المرشحين، وبعد ذلك يسجلون إلكترونيا ويعرض الطلب لاحقا على رئيس اللجنة للتدقيق فيه. ووصلت الطلبات يعني فاقت 85 طلب في اليوم الأول. هذه أعداد سعادة القاضي هي أعداد تقريبية مبدئية وتقريبية في اليوم الأول. في اليوم الأول هي أعداد تقريبية، وما زال المرشحين يتوافدون على مقر اللجنة ويقدمون طلبات الترشيح.
بالفعل مشاهدينا الكرام أنا الآن لازلت في هذا المقر وأشهد الإقبال لا زال مستمرا من قبل المواطنين خصوصا في هذه المحافظة، المحافظة الشمالية التي سبق وأن ذكرنا أنها تتمتع بخصوصيتها والأعداد الكبيرة. ولكن سعادة القاضي شهدنا أيضا كثافة التغطية الإعلامية ودورها البارز أيضا في محاولة نقل رسالة النائب ومضمون برنامجه الانتخابي من خلال تصريحاتهم الإعلامية. الدور الإعلام والمكانة التي يتمتع فيها وخصوصا في ظل الوعي السياسي الذي بتنا نشهده اليوم لدى الناخب وأيضا لدى المترشح، ما هي الرسالة وما هي انعكاسات هذا الوعي؟ يعني في البداية التوافر الكبير بالنسبة كان للمرشحين أو في الفترة السابقة بالنسبة للناخب نفسه التمسنا فيه الوعي الكبير للناخب ولا المرشح نفسه للتوافر للحضور للمشاركة العملية الانتخابية، المشاركة في استمرار العملية الديمقراطية في البلاد. سعادة القاضي محمد ميرزا شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه الإحصائيات. مشاهدينا الكرام بالفعل يبقى الإقبال هو المعيار الأول والأخير لضمان سيرورة العملية السياسية في مملكة البحرين وممارسة الحق السياسي للمواطنين في الترشح والانتخاب. وإليك علي المايك إلى أن نوافيكم ببقية التفاصيل في وقت لاحق. شكرا زميل يحيى. وأخيرا ننتقل إلى الزميل بسام لبدوي المتواجد في المراكز في المركز الإشرافي بالمحافظة الجنوبية. بسام دقائق تفصلنا عن انتهاء اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، كيف شاهدت حجم الإقبال في اليوم الأول؟ أهلا بك زميلي علي، أحييك وأحيي السادة المشاهدين. كما ذكرت نحن في الدقائق الأخيرة من اليوم الأول ولا تزال في هذه الدقائق طلبات الترشيح تتقدم هنا. أنا حاليا في مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات وهو المقر الإشرافي للمحافظة الجنوبية. أيضا هذه المحافظة لا تقل عن باقي المحافظات من حيث الإقبال الكثيف من السادة المترشحين، وكذلك ذكورا وإناثا لممارسة حقهم الديمقراطي والسياسي في حق الترشح للانتخابات النيابية والبلدية. المحافظة الجنوبية بلا شك وكما تعلمون هي المحافظة الأكبر مساحة وأيضا تشهد كثافة من حيث الكتلة الانتخابية، وكما أعلنت عنها اللجنة التنفيذية للانتخابات 2018. دعني أقرأ بعض الأرقام المهمة للمحافظة الجنوبية. عدد الكتلة الانتخابية في القائمة الأخيرة وخصوصا بعد الطعون وبعد النظر في الطعون والانتهاء منها وصلت إلى 78,492 ناخب في المحافظة الجنوبية لعشر دوائر انتخابية. كذلك هناك أرقام فيما يخص بعدد المترشحين المحتملين في المحافظة الجنوبية، وأخذ هذه الإحصائية من معهد البحرين للتنمية السياسية وهي إحصائية أجراها المعهد مؤخرا، وتقول الإحصائية بأن عدد المترشحين للانتخابات النيابية حوالي 82 مترشح محتمل، منهم 71 رجلا و11 امرأة، وكذلك أيضا للمجلس البلدي 36 مترشحا و35 منهم رجال وامرأة واحدة. هذا فيما يخص أعداد المترشحين المحتملين في المحافظة الجنوبية. كما قلت شهدنا إقبالا كثيفا اليوم، كان هناك حماس أيضا من السادة المترشحين حيث وصلنا في تمام الساعة الخامسة ورأيناهم واقفين أمام الباب قبل فتح باب الترشح، وكذلك وكما قلت لا زال المترشحين يتوافدون إلى القاعة خصوصا في الدقائق الأخيرة. وسنلقي المزيد من الضوء حول عملية قبول طلبات الترشح مع سعادة القاضي إبراهيم الزايد وهو رئيس اللجنة الإشرافية هنا في المحافظة الجنوبية. نرحب بك في نشرة الثامنة سعادة القاضي، لو تحدثنا عن سير العملية هنا في المحافظة الجنوبية وكيف تعاملتم مع هذه الأعداد الكثيفة التي شاهدناها اليوم. بلا شك كانت هناك أعداد كثيفة اليوم، من الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا كان هناك كثافة من المترشحين المتواجدين أمام قاعة الرياضية للمقر للترشيح، كانوا على علم ودراية بالإجراءات، كانوا يعلمون تماما تلك الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح. أمانة سرت العملية على أكمل وجه بسلاسة،
بالرغم من الأعداد التوافد الأعداد الكبيرة التي تلقيناها في اليوم الأول، لكن كان هناك سلاسة في الإجراءات، سلاسة في التنظيم، الحمد لله هناك معرفة ودراية من قبل المرشحين. طبعا أريد أن أوجه بأن يعني كل من يرى في نفسه القوة أو أن يترشح إلى هذا المجلس البلدي أو النيابي أن يتقدم لنا بإذن الله بترشيح خلال هذه الخمسة أيام، وبالتالي سوف ننظر في ذلك ولا عن النتيجة إن شاء الله بعد الخمسة أيام التي حددت لتلقي طلبات الترشيح، ومن ثم نفصل فيها بإذن الله. في اليوم الأول من المهم أن نعرف عن وجود أي حالات استثنائية جرت أو تحديات أو صعوبات واجهتكم هنا في المقر الانتخابي، خصوصا ونحن الآن على الهواء مباشرة ويتابعنا الكثير من المترشحين بلا شك، ونحن أمام أربعة أيام قادمة لموعد الترشح، فهل هناك أي تعليمات أو نصائح تود أن تقدمها للسادة المترشحين؟ طبعا أود أن أوضح بأن الشروط الواجب توافرها في المرشح سواء النيابي أو البلدي هي واضحة وضوح الشمس، أن يكون بحرينيا، أن تجاوز 30 سنة من عمره وقت يوم الاقتراع اللي هو في 24 نوفمبر إن شاء الله، وأن يكون أن يجيد القراءة والكتابة، كذلك ألا تصدر عليه جناية أو جنحة معاقب عليها بأكثر من 6 شهور، كذلك ألا يكون من ضمن الجمعيات المنحلة قانونا، فبذلك يستطيع الشخص أن يتقدم إلى اللجان. اليوم الأول لم أشهد فيه حالات استثنائية، بل العكس كان الكل عالما بالإجراءات التي يجب أن تتبع، تقدم الكل بالمستندات المطلوبة، أكرر المستندات التي يجب أن يتقدموا بها هي عبارة عن صورة من جواز السفر، صورة من بطاقة السكانية، كذلك بالنسبة لشهادة الميلاد مواليد 1988، ما يفيد المؤهل الدراسي إن وجد. فالحمد لله حصلت هناك تجاوب كبير من المترشحين في تلك المستندات المطلوبة للعملية. شكرا جزيلا لك سعادة القاضي إبراهيم الزايد رئيس اللجنة الإشرافية في المحافظة الجنوبية، شكرا جزيلا. شكرا. إذن زميلي علي، وهنا أستطيع القول بأن المحافظة الجنوبية ستشهد في يوم التصويت بلا شك منافسة محتدمة بين المنافسين، خصوصا بعد هذا المؤشر وبعد هذه الأعداد الكثيفة التي رأيناها اليوم، ونحن لازلنا بالطبع في اليوم الأول، ولا زالت هناك أيضا في الأيام القادمة أعداد أخرى، وكما هو المؤشر في الصحف المحلية عن من يرقبون وعن الذين أعلنوا نيتهم عن الترشح للانتخابات النيابية وكذلك البلدية. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة، وسنوافيكم في المزيد من المعلومات إن وجد. وإليك زميلي علي. شكرا زميل بسام البدوي، والشكر موصول لبقية مراسلينا المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع، وسنستمر في التواصل معكم لمزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة وحتى انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح يوم الأحد المقبل.